بسم الله الرحمن الرحيم. على عجالة سريعة، لما برج الجوزاء بينتحس أو بيخرج الجانب السلبي منه، بتشوف عطارد في أفسد صوره. عطارد هو الحاكم المظبوط لبرج الجوزاء، الذي يعبر عن الكلام وعن السبق الصحفي ونشر الأخبار وجماعة الواتساب وجروبات الواتساب وجروبات التليجرام، اللي دايما بتلاقي في الجروب 900 ألف عضو، وكل عضو في الأعضاء الحلوين بيبعت 500 ألف رسالة في اليوم. فبتلاقي عندك الإشعارات مليانة جدا، في حوالي 4000 إشعار. الجوزاء مهمته في الحياة السبق الصحفي، كثرة الأخبار، يتنفس على الأخبار، يتنفس شهيق خبر زفير بعد ما يحط شوية رتوش على الخبر ويعيد نشره. الجوزاء أكتر برج ينشر إشاعات، الجوزاء أكتر برج ينشر كلام مش مظبوط أو مقصقص، يعني يقص كلمة وكلمة تاني ويلزق الكلمتين في بعض ويحب يدخل الأخبار في بعضيها. الجوزاء هو اللي بيكتب عناوين فيديوهات مضللة، وتخش تلاقي المحتوى شيء والعنوان شيء. الجوزاء هو اللي بيقوم يعني بحملات التشويه بتاع السمعة. الجوزاء له دور كبير جدا انت ما تفهموش في الاعلام العالمي، كيف ان الواحد يجيب الباطل يخليه حق، وكيف ان الواحد يجيب الحق يخليه باطل، كيف ان انا اطلع الظالم مظلوم، وكيف ان انا اطلع المظلوم ظالم، كيف ان انا اقلب الحق باطل واقلب الباطل حق. ده مهمة برج الجوزاء العظيم بتاع السبق الصحفي، اللي مستلم برنامج الواتساب ومستلم برنامج الانستجرام. هو ملك ملوك التطبيقات بتاعة السوشيال ميديا، ده أستاذ السوشيال ميديا، ده إمبراطور السوشيال ميديا وإمبراطور الفوتوشوب، وراجل فظيع. الجوزاء لما بيعمل قناة على اليوتيوب بتنتشر من كتر العناوين المضللة ومن كتر الكلام الغلط اللي بيكتبوه، وينشر معلومة في كل حتة، ويجيب فيديو حرب من سوريا يحطه في دولة عربية تاني، ويجيب فيديو من اليمن وينسبه لقطر، وفيديو من قطر وينسبه للإمارات، وفيديو من الإمارات وينسبه للسعودية. هو أكتر شخص ينشر أخبار كاذبة، أكتر شخص ينشر شائعات وكلام مفبرك هو الجوزاء. هو ملك ملوك الكلام. الجوزاء لو بطل كلام ينصرع، يجيله صرع، يقع على الارض ويرتعش يرتعش يرتعش. الجوزاء بينام ولسانه بيتحرك. الجوزاء هو برج دونالد ترامب اللي قاعد على التويتر 95 ساعة، رئيس بيحكم الدولة من تويتر، رئيس بيحكم الدولة كل يوم بمؤتمر صحفي، لازم يتكلم، يعبر يعبر يعبر، هو مسلي. ولكن إذا زادت التسلية عن حدها بينقلب إلى لعنة، إلى جحيم، إلى إنسان مهلوس، إلى إنسان راديو 24 ساعة شغال ما بيفصلش، إلى محطات إذاعة، إلى يعني قناة الجزيرة وما فيها من الأخبار الكتيرة المفبركة، والتي دائما تحرض وتدعم المعارضة في أي مكان. أينما وجدت المعارضة ووجدت الجماعات الإرهابية المسلحة التي تقتل الحجر والشجر، وجدت قناة الجزيرة، ووجد معاها حكومة قطر الموجودة حاليا، الحمادين اللي مش حلوين. فهكذا هو برج الجوزاء، حتى الولد تميم برضه برج الجوزاء. فإيه قصة برج الجوزاء؟ الجوزاء قصته في الحياة إنه لازم ينشر أخبار كل يوم، لازم يخطب خطبة جمعة كل يوم، لازم فيه سبق صحفي، لازم فيه كده بروباجندا، بوم كده خبر، مش عارف الفنانة فلانة تطلق زوجها، ها مش عارف مين يقتل زوجه، فلانة تفعل كذا، الحق يا جدعان الدنيا ولعت، الحق يا هو القيامة قامت، الديناصورات طلعت، المسيح الدجال كان بيجري في الشارع، مش عارف مين كده. لازم يجيب بروباجندا، لازم يجيب بوم، حاجات كده مجنونة كده. فالبرج ده برج ابن قديمة، برج الجوزاء ده برج ابن قديمة، وشغال بمبدأ خدوهم بالصوت، اللي هو يعرف يتكلم بقى كده وايه، يعجن لك الشرق بالغرب وكله كله كله في بعضيه، وممكن يخترع أحاديث ويزور أحاديث ويكذب على الرسول وعلى القرآن وعلى الدين وعلى الدنيا، ويجمع كده خطبة من الفراغ وخطبة من المجهول ومن يعني الكلام الشارد والوارد والشرق والغرب، ويضيفهم كده ويعملهم فتنة بسيطة في المجتمع. هذا البرج شغلانته في الحياة فتان، نمام،
ناشر الأخبار، ناشر الأسرار، هو أستاذ في الحروب الإعلامية والكلامية زي ما قلنا، ملك ملوك السوشيال ميديا. افتكر ترامب اللي بيحكم دولة عظمى من السوشيال ميديا. افتكر دايما العناوين المضللة، تخش في العنوان تلاقي محتوى غير الشيء. افتكر دايما الناس المهولين، الناس الكذابين، الناس اللي تكتب عقد وشروط العقد تتضمن شيء تاني، الشخص اللي بيعرف يلاقي ثغرات في القانون. شوف، اي حد يعرف يلعب بالكلام، اي حد يعرف يخرب الدنيا بالكلام، اي حد يعرف يخبط كلمة تنكب الدنيا وتنكب الشرق في الغرب وتعمل فتنة عظيمة ومقتلة ومذبحة بسبب كلمة، فهذا الإنسان الأحمق المتنيل الزفت بوز العفريت ده برج الجوزاء العظيم. هو ده برج الجوزاء، وهذا هو الجانب المظلم ليه، الجانب الشنيع الشرس اللي هو لازم ياخد الكلمة يلففها على العين، يلف على الدنيا كلها والسماوات والأرض، ينشر نفس الكلمة ويزود ويزود وياخد الكلمة يحط على 10، وقال فلان وقال وقال، هو شغلانته في الحياة قال وقال وقيل وقالوا وقلنا كده، شغال أقوال بس. طب أنت يا برج الجوزاء اخترع شيء؟ لا، يخترع إيه؟ هو ده الجانب المظلم، الجانب المظلم في برج الجوزاء. ده برج الراديو، برج الرغي، برج الشخص اللي كل شوية ناشب في حلج، كل شوية بعت لي 50 رسالة في التليجرام وخمسين رسالة في الواتساب، وكل شوية لازق تجري منه فين، قاعد يبعت لك في تويتر، يبعت لك في الرسائل هنا، يبعت لك ايميلات، خي بلوك 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 بلوك، عشان نخلص من الهم اللي احنا فيه ده، ونخلص من الانسان المريض الثرثار، الانسان اللي عنده هوس بالكلام الغريب ده، الانسان اللي مش طبيعي ده، واحد مش طبيعي. انا مشغول في شغلي، انت مشغول في شغلك، هو مشغول في ايه، في انه ينقل الاخبار بتاع فلان عند علان، بس شغلانته صحفي، شغلانته بتاع كلام، بياع كلام. مصر، مصر ام الدنيا العظيمه الحلوه الجميله السكرايه، عندها مشتري الجوزاء والتراب في مشتري الجوزاء. مشتري الجوزاء في مصر مخلي كمية إعلاميين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومخلي كمية ناس بتتكلم وكمية كلام في البلد، أوف 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 أوف، بلد إحنا يعني مش عايز أقول إحنا رغايين بالفطرة، سبحان الله، نحب الكلام الكتير، في ناس تضحك وفي ناس رغايين، بص يعني فيلم عقبال ما يوصلك الشيء، فيلم فيلم طويل، ممكن عشان حاجة بسيطة يعمل لك قصة وحوار ومسرحيات وانتاج ومسلسل 30 حلقه وموسم تاني و30 حلقه وموسم تالت و30 حلقه 90 حلقه 120 حلقه 120 بعد ال 120 150، خلاص كده هنوصل لحد 700 حلقه، في هنوصل لحد 1500 حلقه. ما بتتعبوش انتوا، ما بتتعبوش من الانتاج الفني والاعلامي ويعني مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون يا ولد؟ شيء غريب في برج الجوزاء، شيء عجيب، جانب مظلم من هذا البرج بشكل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش ذا؟ ايه الهم ده؟ ايه انت مين يا برج الجوزاء؟ ايه قصتك في الحياه يا ابن الحلال؟ ما تعرفش تبطل الرسائل الجماعيه في الواتساب؟ ما تعرفش تبطل تبعت رسائل للناس؟ ما ينفعش تبطل مثلا ايه بتنقل الاخبار وتخبط في الكلام وتجيب الشرق من الغرب؟ يعني قلل شويه، هدي اللعبه شويه، هد الموضوع شوي، هدي 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 الله يهديك. فيهدي فين؟ لا 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 لا، هو لازم الأول يجيب ضلفة، ولازم الأول يعمل أو يعمل فتنة عظيمة ومقتلة بين الناس، ثم بعد ذلك يتوب ويتراجع عن الكلام ويعترف إن هذا كان فتنة منه وتزوير عناوين كاذبة لا وجود لها ولا أصل لها في أرض الواقع، ولا حتى في أرض الخيال، ولا حتى في أرض الأحلام. برج الكلام، برج الراديو، برج الويكيبيديا، برج قالوا وقيل وقلنا ويتقولون، ويروح ينقل لي جميع الكلام اللي عند جميع الفلاكين ويجي يكبوا عندي. برج مؤذي، برج مزعج، ايه تاني؟ ايه خلاص انا بهدلت في البرج ده بما فيه الكفاية. ايه تاني اللي في البرج ده؟ برج نماء، برج ما يتبلش في حانة كفولة، برج يعني ما تأتمنوش على سر، برج ما تفضفضش معاه لانه هاخد الفضفضه بتاعتك وهيفضحك في هيفضحك في في نص الكره الارضيه. فيعني صراحه ما ادري وش اقول صراحه، يعني صراحه انا ما ادري وش اقول، انا ما ادري وش اقول. انا اللي اقدر اقوله ان هذا الانسان خطر على المجتمع العراقي وخطر على المجتمع العربي
وعلى المجتمع الإسرائيلي وعلى جميع المجتمعات البشرية والفضائية والغير مرئية وحروب الجيل الخامس وحروب الجيل الرابع وجميع الحروب اللي احنا ممكن نحارب فيها أو ما نحاربش فيها. إخواتي في الإسلام، إلى لقاء آخر في الحلقة القادمة. قولوا البرج الجوزاء يخف علينا شوي، قولوا البرج الثرثار ده يخف علينا شوي، يخف علينا من الكلام ويخف علينا من القصة الطويلة بتاعته دي صراحة. كل ما تقلل الكلام كل ما تكون دينيتك حلو، كل ما تكتر في الكلام كل ما تكون دينيتك وحشة. بس يا ست، بس يا ستي برج الجوزاء، بس هذا كل ما في الموضوع. أما نفضل كده عايشين مع برج الجوزاء يعني بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، لا 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 لا، احنا كده داخلين في الحيط لا محالة، احنا كده لابسين لابسين. ويطلع عنك صور مفبركة ويجيب برامج تفبرك المحادثات وبرأي عليه يا ليل، وينشر وينشر ويخش، هو اللي بيرفع ترندات كل شوية، هو البرج اللي بيرفع الترندات بتاع تويتر كل شوية، يفضح ده ويهاشتاج ده ويعمل هاشتاج لده ويهاشتاج ده، يخرب بيت الكفرة والمشركين يا ولد. نهرب منك نروح فين يعني؟ قول لي يا برج الجوزاء اهرب منك اروح فين؟ مفيش يعني، هو خلاص بلاء من الله يعني، مش عارف نلاقيها منك ولا نلاقيها من العذراء ولا نلاقيها من العقرب يعني. انت اكسجين ورئة في الفلك، ولكن ما يصحش كده، ما يصحش كده يا اخي في الاسلام. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والله اعلم. وبس كده.